صباح الفل على كل المستمعين الحلوين الطعمين اللي مستنيين من امبارح علشان يكملوا الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله مع فريق البنات وفريق الولاد. افكركم مين اللي كان معانا من امبارح. معانا الاستاذه خديجه واستاذه فريده ومامتها الاستاذه منار وباباها الاستاذ ماجد، ومعانا الاستاذ مالك وياسين صاحبه الانتيم ومامة مالك الاستاذه رشا، وكمان الاستاذ اسلام بابا مالك. واحنا لسه مكملين اسره سعيده لطيفه، رحله سعيده جميله. قبل ما نكمل بقى لعبنا، تعالوا الاول نروح نفتكر مع بعض حصل ايه امبارح. النهارده عارفين اسمها ايه؟ ارخص كنوز. برافو. الله، يا سلام يا مالك، مالك كسب اخيرا. جينا لعبه ماما وبابا اللي احنا كلنا بنحب، لعبه المنديل. طبعا كله كان بيلعبها. طيب يلا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي هيطلع مش في رقمه الفريق بتاعه هيتحسب عليه بوينت. أوكي؟ أوكي. يلا نقول ثلاثة. يلا يا مالك، ده إيه الحلو؟ نايمة يا بنتي، ده مالك بالجدارة. واحد صفر، واحد صفر. يلا نقول أربعة. يلا أي أي أي، يلا خير خير. يلا برافو يا ديجا، جابته. معلش يا ياسين، انت كويس؟ ايوه انا كويس. خد بالنا بقى، ناخد بالنا، ناخد بالنا. يلا انا هطلع كده عشان لما نوع على النجيله. يلا نقول ثلاثة. ثلاثة يلا يلا خير، يلا الحمد لله. كده كام كام؟ كده اثنين، لا كده اثنين واحد، صح كده اثنين واحد لصالح الفريق الاحمر. ونقول رقم اثنين. والله العظيم، والله ما انت رايحه في حته. يلا الحمد لله، الحمد والله ابدا. يلا الحمد لله. ثلاثه واحد، نقول اربعه. اربعه الله الله. ثلاثه اثنين، رجع طاره. برافو. ثلاثة اثنين، ارجعوا ورا سنة، بصوا القومة فين؟ يلا نقول واحد. ثلاثة ثلاثة، تعادل. ماشي نقول ثلاثة. برافو يا مالك، برافو يا مالك، الله عليك، الله عليك. قالك أربعة ثلاثة، الله عليك يا حبيب والديك. رقم اثنين. انا بعت، انا خفت. انت ليكي حق تخافي والله. كده خمسة ثلاثة، فاضل عدتين، نقول رقم واحد. واحد واحد، خمسة أربعة، فاضل واحدة، ممكن نتعادل ممكن الفريق الاصفر يكسب. نرجع عشان فاضل عده واحده. ارجعي ورا ياسين، ارجعي ورا، ونقول رقم ايه ده؟ ايه ده؟ لا ما اتحسبتش لسه، مش حاجه التهور. لو طلعتي مش في مكانك هتخسري. ونقول رقم، دي اللي هتحسم الموقف. لا لا، اربعه. يا ربي برافو يا سينو، برافو يا سينو. 6-4 صالح الفريق الاصفر. يا سلام، هاي فايف وانتصارات بقى واحتفالات عند الفريق الاصفر، واحنا لسه مكملين. تحدياتنا عادي جدا، بس برافو 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 برافو. يلا بينا، برافو. جينا لعبة الأجوال والكور، وكل واحدة عارفة هتعمل إيه طبعًا. والباباهات، معلش قعدة الأسرة، إدينا ورا ظهرنا كده.
ايوه عشان مش هنستخدم ايدينا خالص، والستات عارفين اهدي يا منار اهدي يا منار. يلا يا منار واحد على طول. هوبا الله ده ناويه. يلا واحد يلا هوبا الله الله حلو قوي. لا لا مفيش ايدين بابا. يلا خد يا ماما اتنين. الله ايه ده بس ايه ده احنا بنلعب ايه ده والله معلش معلش حضرتك اعمليها كده. يلا هات الكوره هات الكوره بسرعه. اثنين الله حلو قوي. يلا هات يا جماعه هات الكوره فريده. ايه يا بنات يلا ثلاثه. يلا يا منار ثلاثه. لازم يزعق. ثلاثة هوبا حلو قوي. الله الله 1-0 الفريق الاحمر. هات هات الكورة. ده البديهي ده البديهي تعالى يلا أربعة. يلا مرة الله الله حلو قوي قوي. أربعة يلا. إيه ده يا كابتن ماجد فعلا. أيوة كابتن ماجد قوي فعلا. يلا خمسة حلوة احمر. خمسة حلوة قوي حلوة. الله لسه 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 بتاعتها اصلا يا بنتي دي كورتها دي اصلا وانتي كورتك حمرا مش كده. يلا ستة يا ولد. ايوه يا ولد على الهد. ستة يلا ست حلوة قوي برافو. لا لا بابا ممنوع. يلا ستة سبعة سبعة حلوة يا اسلام. ماشي برافو سبعة يلا يا اسلام. يلا في يلا في دماغه على طول. يلا يا اسلام. ماشي اسلام تعبان معلش معلش. ثمانية حلوة قوي ثمانية. يلا يلا يا اسلام حلوة قوي برضه. كورة كورة. يلا فاضل كورتين واتنين صفر لصالح الفريق الأحمر. تسعة حلوة يا ولد حلوة يا ولد حلوة. تسعة كورة. حلوة دي. يلا جاتلك اخر واحدة اخر كورة. يلا اخر شوطة عالية. ايوه في راسه. يلا عشرة حلوة قوي دي. حلوة يا اسلام. ماشي عشرة اتنين صفر صالح الفريق الاحمر. برافو جدا جدا جدا. يلا نخش على التحديات التانية ونشوف هنعمل ايه في بقية التحديات. عاش يا طبعا احنا من اول ما ابتدينا الرحله دي وانا بجد مستنيه اللحظه دي عشان اشوف الاسرتين الحلوين دول هيعملوا ايه في التحدي ده. عارفين الجينجل؟ يس. مين هيوقع البرج؟ انت بتعترفي؟ ما شاء الله. طب تعالى نبتدي بالاستاذ اسلام على طول. انا بحب اتفرج عليكم قوي يا جماعه والله. الله بالراحه يا استاذ اسلام. ده من البنيه التحتيه يعني ضرب البنيه التحتيه على طول. برافو برافو والله. اتفضل خلاص يا مرة. ايوه متأني. ايوه ايه ده بقى ايه ده بقى. مش قصدي زعل حضرتك يعني بس نركز كده في تهور هنا. جدا. لا تهور. انت عندك بنات ما ينفعش تتهور بالشكل ده. ايه ده بتقول لك بابا ايه ده. ريلاكس ريلاكس بتقول لك ريلاكس ريلاكس يا بابا. مش عايزين نوقع الثوري بشكل. طب انا عايزه افكرك ان بناتك نفسهم يلعبوا يعني فاهم نعدي بس كده يعني. وبعدين دي بتبقى اسهل مرحله هتلاقي حاجات تانية لوس على فكره. انا بغششك. والله شفت غششتك يا ريتك مغششتك. طب اعدل بقى. يا ما شكرا شكرا والله ما انت عادل. يلا يا ماما. المشكله ان هو يعني زنقها هتلاقي حاجات لسه لسه والله قوي يعني. انا لسه في الاول يا جماعه. شفتي شفتي ده لسه بدري قوي. انا مش عارفه كل اللي بيجوا هنا بيوقعوها بدري جدا. انا بفضل بقى موقفاه واحده على واحده على واحده. ايه ده ايه ده بالراحه برافو. ايد واحده بس نتاكد انك ايه. ايوه برافو
الثالثه بتاعتي دي الثالثه بتاعتي. الثالثه جنبها. ايوه يلا يا ماما. تفتكري اخد من انهي دي؟ ما لا مش عارفه ما اقدرش اقول لك تاخدي من انهي. افكركم ممكن. ماما ايه يا ماما؟ ايه يا ماما التهور ده؟ ده مش هو متهور. ماما وبابا متهورين؟ احنا عيله متهوره. مش كده طيب. ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده. ما انا عاوز اسند. ما هو ما تسند. ما معناها ان انت ما تسنديش. ماشي يا ماما. تعالى حبيبتي بالراحه بقى. بص الحماس ده. انت هتقرا. يلا هتقرا. يلا بالراحه. هتلاقي حاجه يا سيدي بالراحه. صح والله شاطر اشطر واحد اصلا. بالراحه بقى جدا وانت بتاخدها. ايوه برافو. يس حلو قوي. حطها بالراحه. برافو يا سينو والله شاطر. يلا تعالى فريده. تعالى يا فريده. يلا يا فريده. فريده كله خير. بيتعزم بالراحة يا فريدة. ما تتهوريش يا تهو. ما بابا وماما تهور. هتجيبه منين يا ترى؟ لا خلينا الناحية التانية. ماشي. واحدة واحدة واحدة. تعالي كده تعالي كده. ها تعالي عشان تمسكيها. متوقع صعبتها جدا. جميلة قوي. ماشي ركز ركز. هي مش صعبة. هي عايز تركيز وتأني. خدي نفس وانتي بتسحبي. فريدة. يلا يا فريدة. سيبوه بلاش انتوا نصيحة. أنا بس إيه. أنا يلا يا بنتي برافو برافو. شكرا يا ولاد. شكرا. خديجة مالك مالك. أنا مستنياك من امبارح. تعالى والنبي. ركز يا مالك. ركز يا مالك. ركز. بابا بيقول لك ثالث صف. بص لي تعالى لي جنبي. ما تسيبه سيبه كده يحاول ياخد قراره. راجل بتاع روبوتس برضه. ايد واحده. شفته شفته. والله برافو برافو يا ملوكي. الحمد لله. خديجه الحمد لله. والله برافو خديجه. بالراحه بالراحه يا خديجه. اخر اسره في الاسره المتهوره. اخر الافراد. ايوه اخر لان. ولا طبعا طبعا ما تفكريش تعملي كده. يا ريتني ما قلت لها. وعادي كانت متوقعه جدا 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 انها هتقع عند الاسره دي. تعالوا نكمل تحدياتنا ونشوف هنعمل ايه تاني يا بنتي. وصلنا بقى لتحدي فرقعة البلالين وهنشوف الاستاذ ياسين ولا الاستاذه خديجه اللي هيوصلوا للبالونه الاي بيربل بتاعتنا النهارده. الاول جاهزين تشجعوه؟ جاهزين. انت هتشجع صاحبك كمان. يشجعك بدري من بدري جامد. حاضر. ايوه عايزه تشجيع بقى جامد لانتيمك وانت اختك طبعا. ايوه يلا بينا. ريدي ستيدي اند جو. لا لا من مكانكم من مكانكم من مكانكم من مكانكم. من هنا يلا برافو. من مكانك. برافو برافو يا سين. برافو يا سين. برافو يا من مكانك. يلا برافو. خطوه واحده بس كده. يلا برافو من مكانك. برافو خطوه كمان. يلا يا سينو. برافو يا سين. لا يا ديجا من مكانك. من مكانك. خطوه واحده بس. اطلعي خطوه على شمالك. شمالك يا ديجا. شمال روحي شمال روحي شمال. يلا خطوه انت كمان بس. من مكانك يا ديجا. من مكانك بس. من مكانك من مكانكم. يلا برافو. خطوه واحده بس. خطوه واحده من هنا. يلا من هنا. يلا مين مين اللي هيوصل الاول؟ برافو. ب
نعرف هنعمل ايه في البلاي ستيشن وهنرجع نكمل لعبنا تاني. برافو برافو برافو، يلا روح سلم على صاحبك. يا سلام يا سلام. جينا بقى للبلاي ستيشن ونشوف الابهات بقى داخلين بقى ناويين يعملوا ايه. هنزلين لبعض فيفا وهيلعبوا مع بعض، هنشوف مين فيهم لعيب اكتر. انتوا مين فيكم لعيب اكتر؟ اعترفوا. هو لعيب اكتر. هو بجد؟ يعني انت بتلعبش كتير؟ يعني بس حظي حلو. طيب ماشي حلو. عاجبني الاعتراف ده جدا. مين مع ريال مدريد استاذ؟ انت باريس؟ انت ريال؟ ماشي. اسلام مع ريال مدريد وامجد معاه باريس سان جيرمان. ماجد اصلا معاه باريس سان جيرمان. فين بقى الجماهير اللي بتشجع في المدرجات؟ يلا يلا شجعوا. ايوه بيقول لك ايوه. كره مع الكره مع ريال مدريد. كره مع ريال مدريد ولا ايه؟ باريس سان جيرمان. ريال مدريد بالابيض وباريس سان جيرمان بالازرق. كره مع ريال مدريد. بيلعب حلو. حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي. انت كده ما بتلعبش كويس ولا ايه؟ مين اللي ريال؟ انت اللي ريال؟ انت اللي ريال، انت اللي بتلعب حلو. ماشي. باريس سان جيرمان مش ممكن الماتش القوي ده. الله يا جماعه ايه اللعبه الحلوه دي؟ والله بقالي كتير ما شفتش لعبه حلوه. الكوره مع باريس سان جيرمان. دفاع صاحي وقوي، دفاع وهجوم. الكوره مع باريس، ماتش رايح جاي. مع ميسي، ميسي اتقطعت بقى. الله اتقطعت. اسانيو. الكوره مع باريس سان جيرمان. مودريتش قوي جدا. باريس سان جيرمان. الله يا ابني، ريال مدريد قطعها، رجع تاني ريال مدريد. حلو جدا باريس سان جيرمان. الكوره معاه. يلا حلوة قوي. الله يا ابني، حلوة 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 وغير متوقعة والله. كورنر. كرة مع باريس. ريال مدريد بيصد، بيدافع قوي جدا. الكرة مع باريس سان جيرمان. الكرة مع باريس سان جيرمان. ريال مدريد بيلعب حلوة قوي، بيباصوا لبعض. حلوة يا جماعة الحرفانة، حلوة قوي. النبي والنبي الحرفانة حلوة. حلو قوي الكلام ده. الله يا ابني، الله عليك. باريس سان جيرمان رايح جايه. الكوره كره قدم على حق اخيرا. اضحكوا عليا، هما بيلعبوا دايما بقى وكده مع اصحابه. اسلام على طول. ها برضو على طول على طول. ماشي. يلا يا بابي. حلو قوي باريس سان جيرمان. انفراده انفراده. ايه ده، امبابي ده ولا ايه؟ مش ممكن امبابي. يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتعمله ده فعلا؟ ايه ده؟ ايه ده بقى اللي بتعمله ده؟ اسخن كده. ايوه. لا 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 لا. بدري بتشوط، بدري بس بتشوط بدري بدري. ايه ده؟ حلو كويس ان انا عديت الشوط الاول كده. ده حلو يعني بالنسبه لك؟ ده رضا؟ ده رضا الحمد لله. راضي راضي ان الشوط الاول 0-0 ومكملين الشوط الثاني. والكورة مع باريس سان جيرمان، وطبعا غيرنا اتجاه الاجوال. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بجد؟ ريال مدريد، ريال مدريد. احنا غيرنا. ريال مدريد، ريال مدريد. اوبا حلو قوي باريس سان جيرمان. الكورة مع باريس. يلا مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لا 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 لا. ماشي ماشي، احنا كلنا اتجننا خلاص. يلا يا بابي بيقول لك امبابي بقى امبابي. يلا بقى يلا يا راجل يا راجل يا راجل. لا انا كده صوتي هيروح عليكم في الماتشات، مش هينفع يعني، مش هيروح على الاطفال وهيروح في الماتش، مش كده. ريال مدريد. هيتجننوا هيتجننوا. احنا فعلا اتجننا، هما فعلا اتجننوا. يلا 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 يلا. والكرة
راحت لريال مدريد. حلوة قوي. يلا باريس سان جيرمان. يلا ميسي ميسي ميسي. يلا يا ميسي. حلوة قوي. الله. رجعت لميسي تاني. يلا امبابي. حلوة جدا. انفرادة. حلوة قوي. حلوة قوي. والنبي لسه. والنبي لسه. ركز. والنبي يا راجل يا راجل. قلت لك لسه وركز. التعور ده مش هينفع العيلة دي في حاجة. يا رب. يا الله. ما هو التهور والله باينه. يا رب. لا لا لو نهدى حبه. مش ممكن تهور رهيب. ايه ده ايه ده. بترقص حلو جدا. فاضل هجمه لكل فريق. في تغيير. هازارد نزل. ايوه ماشي. ليه 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 ليه. الولاد بيتسألوا ليه؟ الحمد لله. وانا بتسأل معاهم. يلا بقى ريال مدريد بقى. يلا بقى يلا بقى هجمه بقى هجمه بقى. انت بقى متأني بقى. انت مش بقى سيبه يا ابني. ايه ده؟ مش ممكن. ايه ده؟ دي كوره. ايه ده؟ الكوره مع باريس سان جيرمان. يلا 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 لا ريال مدريد. يلا بقى باريس هيخسر. يلا بقى ناخد 1-0 ولا ايه؟ لا باريس لا ابدا. لا مين ده اللي يخسر؟ باريس سان جيرمان. امبابي تاني. ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ اخر فرصة دي ولا ايه؟ مش هتيجي. انا خلاص فقدت الامل. انا كنت فاقدة الامل. التهور التهور والله. يلا الحمد لله على كل شيء. 0-0 بس ماتش قوي جدا جدا جدا. تعالوا نكمل العابنا اللي في رحلتنا ونشوف هنعمل ايه تاني على طول. وصلنا للكونكت فور وهنشوف بقى الفريق الاحمر ولا الاصفر اللي هيكون الاربع كور الاول. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا كوره كوره بقى الاول كده معايا. وانتوا جاهزين تشجعوا ولا ايه؟ جاهزين. باباهات كده ركزوا. يلا احمر. ما جاتش. اصفر. جت. يلا احمر. ماشي اصفر. ده انت اطول حتى. يلا احمر. برافو. اصفر. يلا حلوة قوي. أحمر. أصفر. أصفر. مالك. يلا أحمر. يلا يا مامي. مامي. أصفر. استني يا مامي. برافو. مامي. أحمر. أحمر. مالك. يلا أصفر. لا طب ما نفكر بقى نشوف بقى بنعمل إيه. إحنا فين؟ أنتوا بتلعبوا خلاص؟ أصفر. ماشي ولا حاجة. استنوا. لسه احمر. احمر. يلا مالك. اصفر. يلا مالك. والله العظيم انا بالنسبه لي ياسين المثال للصديق الصدوق. فصاحب صاحبه صاحب صاحبه يعني. يلا يا ماما. احمر. مالك. بيقول لك اصفر. مالك. يلا مالك. برافو. مالك. احمر. ها ياي. ياي لسه. اصفر. ولا حد كون حاجه. احمر. مالك. ها اصفر. يلا مالك. احنا كوننا حاجه ولا حاجه. فاضل لك كره هنا. يلا اصفر. احمر. اقفلي عليها بقى. ما جاتش بقى. فلتش عليكي. اصفر. لو جبتيها هتكسبي. يلا يلا. اه 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 اه. يس. الفريق الاصفر هو اللي كسب. يا نهار ابيض. بصوا الحضن اللي جاي لكم من ورا ده. مش ممكن. حب رهيب ما بين الصحاب. لسه مكملين معاكم. وتعالوا نروح نشوف يحيى وكنوزه هيقولوا لنا ايه. والنبي اهلا بك يا اصحابي. دلوقتي البالون هيخدنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسيمة عن القضاء في مصر القديمه. يلا بينا نستكشف. الحقني يا سينو. يحيى بوظ لي التليفون بتاعي. ليه يا يحيى عملت كده؟ يا كنوز قلت لك ما كانش قصدي. وهحوش واصلحه لك من مصروفي. يحيى ولا طيب ومش قاصد يزعلك ولا يبوظ لك حاجتك. قاصد ولا مش قاصد النتيجه واحده. انا عايزه تليفوني يتصلح. هتصور وشيك مع اصحابي وافتح الاكونت بتاعي ازاي دلوقتي؟ انا مستعد
احكم ما بينكم، بس تفهموني الاول يعني ايه اصور وشيد، وايه الكاونت ده كمان؟ الحاجات دي ما كانتش موجوده في مصر القديمه. دي يا سينو حاجات ظهرت مع تطور العصور وبقت مهمه في زماننا. التصوير اختراع موجود من القرن اللي فات، وبيتم عن طريق جهاز بياخد انعكاس اي منظر قدامه والاحتفاظ بيه. يمكن زمان كان اصعب ومكلف اكتر من دلوقتي. دلوقتي اي شخص معاه تليفون يقدر يصور نفسه او منظر من المناظر الطبيعيه او اي حاجه هو عاوزها. وايه موضوع الاكونت ده كمان؟ الاكونت ده يا سينو هو صفحتك الشخصيه على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بتقدر بيه توصل لكل الناس. خلاص انا دلوقتي هعمل دور القاضي ودور المحكمه وهحكم بينكم. غريبه يا سينو، انت عرفت القضاء والمحكمه ازاي؟ هي كانت في عصركم؟ القضاء مش حاجه جديده بقالها قرن او اتنين يا يحيى، بالعكس القضاء وسيله من وسائل تحقيق العدل والحكم بالقانون بدءا من مصر القديمه. المصريين القدماء عرفوا العداله باسم ماعت، ودي معناها الحقيقه او النظام، وكان رمزها ريشة نعامة، لأن ريش النعام هو أخف أنواع الريش في الطيور، وكمان متساوي وما فيش فيه تمييز، وده اعتبره المصري القديم تعبير عن العدل والمساواة بين الناس. فكرة تحقيق العدل عند المصري القديم كان ليها أهمية كبيرة، أهمية دينية، وهي إن معتقداته بترفض الظلم والطمع والحقد وأي جريمة أخلاقية، وكمان عشان المجتمع يعيش في سلام وأمان كان لازم يتحقق العدل، والغلطان يتحاسب والمظلوم يرجع له حقه. أنا كنت فاكر إن الملك هو اللي بيقوم بالمهمة دي وخلاص، يعني هو اللي بيقدر يحل أي مشكلة بين المواطنين. الملك كان له دور كبير طبعاً، لكن مع زيادة المشاكل والشكاوي كان لازم يكون في ناس متخصصين في النظر في القضايا دي. كان بيتم اختيار رجال القضاء من الأشخاص المعروفين بسمعتهم الطيبة وليهم احترام كبير بين الشعب، وبعد ما يتعينوا يؤمر الملك بأنهم ياخدوا اللي يكفيهم عشان يتفرغوا للحكم بين الناس. بس أكيد يا سينو ما كانش وقتها لقب الشخص اللي بيحكم بين الناس هو القاضي. كان لقب القاضي في مصر القديمة هو ساب، وبيبقى معاه كاتب قضائي لقبه ساب سش، والموضوع موقفش عند كده وخلاص. النظام القضائي في مصر القديمة تطور وبقى فيه المحاكم الست العظيمة. المحاكم الست دي مجموعة من المحاكم، كل محكمة فيهم متخصصة في نوع من القضايا، زي قضايا الأرض الزراعية والميراث والسرقة والنصب وعدم تسديد الديون والخيانة وتهمة إهمال أي موظف في مهمات وظيفته. طب وتفتكر يا سينو بقى لو كنا في مصر القديمة ويحيى بوظ تليفوني وحبيت أرفع قضية عليه عشان يصلحه، القاضي هيحكم بإيه؟ أنا هنا قاضي كيمت وهحكم ما بينكم، وحكمي هو إن يحيى لازم يصلح لك تليفونك وعلى حسابه ومن مصروفه الشخصي عشان يتعود إنه يشيل مسؤولية أفعاله. وأنا موافق وهحوش مخصوص عشانك يا كنوز. موافقة يا كنوز؟ موافقة وأمري لله. اعملي لي الكاكاو انت بقى. رحلة سعيدة. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. لازم نكون فخورين بأجدادنا لأنهم أول ناس فكروا في تطبيق القانون، ونتعامل مع بعض بالحب والاحترام والعدل، وما نتريقش على غيرنا بسبب لونه أو شكله أو وزنه. ودلوقتي خلصت فقرتنا، استنونا فقرة جديدة ورحلة سعيدة. جي
جينا بقى في رحلتنا للمطبخ واحنا متحمسين جدا جدا من الاول ان احنا نخش المطبخ بتاعنا. وقبل ما نطبخ ولا نعمل اي حاجه قولوا لي مين بيحب يطبخ ويساعد ماما؟ انا. انتوا الاثنين؟ طب عملت ايه قبل كده؟ انا على طول بساعد ماما في العصير. في العصير؟ يعني انت خبير عصير. ايوه. واحنا جايينك النهارده عشان تعمل عصير جديد تعمله بقى مع بابا في البيت. هي بقى باين عليها ان هي خبيره في الاكل. انت بقى خبيره في الاكل ولا ايه؟ بيقول باين عليكي كده قولي لي. اه. اه؟ ولا شرب وعصير برضو؟ لا بعمل عصير وليمونات. عصير وليمونات؟ ما الليمونات دي عصير. اه يعني احنا خبره في العصاير يعني. طيب تعالوا النهارده بقى ايه؟ انا اعلمك حاجه ايه تقولها لبابا لما تروح له وتعملها معاه، ايه رايك ياسين؟ ماشي. هنعمل عصير ايه؟ انتوا شايفين ايه قدامكم مكونات؟ انا مانجا. في اورنج. دي مش مانجا، دي اورنج. صح، حط الاورنج. يلا. حطه كده، اقلبها كده. الاورنج فيه ايه؟ مين يعرف؟ فيتامين ايه؟ فيتامين سي. برافو، فيه فيتامين سي. طيب وده ايه؟ ده كرومب. لا كرومب، هنحط مع الاورنج كرومب يا راجل. كانتالوب طبعا. نقوم حاطين الكانتالوب بتاعنا المتقطع. طب اي كوكتيل. كوكتيل، ايوه احنا هنعمل كوكتيل. خبير خبير يعني. ماشي، حلو قوي، مش عايزين دي. طيب وايه ده؟ جزر. جزر، الجزر بيعمل ايه؟ يا قوي النظر والنبي شاطر. ماشي، حطينا الجزر كده كوكتيل. ايه وايه وايه؟ جزر وكانتالوب وأورنج. لا مش جزر وكانتالوب وأورنج. طيب ايه بقى هنحطه عشان يبقى لبن. مفيد قوي؟ لبن. عملت قبل كده عصير باللبن؟ لا. طيب ينفع تحطي؟ ماشي، ينفع جدا تحطي. طب يلا امسكه معاكي. ماشي. طيب شطاره، حلاوه طعامه. حطينا اللبن، نحط ايه تاني؟ فاضل ايه؟ فاضل السكر. ايه؟ السكر طبعا. ممكن معلقه يا ست البنات؟ ممكن انا احط؟ اه ممكن انت تحط طبعا. معلقه اهي، معلقه ورا. ايوه شكرا. يلا حط السكر. حط واحد. ايوه اتنين. ماشي، حط كمان، حط كمان. ما تسقيني. حلو كده، اوكي؟ ماشي، حلو كده. علقة معاها بقى تحت هنا. وبس كده خلاص. بنعمل ايه بقى يا ولاد؟ بنخلطه. بنقفله الأول، نتأكد إنه مقفول كويس. ونقوم حاطينه في الخلاط. ونتأكد برضو إنه محطوط كويس، ونقوم مشغلين الخلاط. يلا يا خبير العصاية. يلا يا أستاذ. يامي قوي. تعالوا هنا. اوف هنا، تعال. مين متحمس يشرب ويدوق؟ انا. انت؟ ماشي. اضربه كمان شويه. مين بيحب يبقى في حتت صغيره كده يشربها وهو بيشربها ياكلها؟ مين؟ انا. انتوا بتحبوا كده؟ ماشي، يبقى انه نص مضروب. تعالوا بقى نجرب عصيرنا ده ونشوف بقى ايه اخباره ايه. يا سلام يا سلام. بسم الله يا حبيبي. حد قال لك قبل كده انك جميل قوي يا استاذ ياسين؟ ايوه. بجد قالوا لك؟ قالوا لك فين؟ المدرسه. المدرسه والنبي انت جميل فعلا. ادوب. استنى اما ايه ازينه لك بقى واحط لك عليه من فوق ايه؟ نعنعتين كده للتزيين بقى. امال ايه؟ للتزيين بقى كده. تمام تمام تمام. شكرا شكرا، ما تضايقنيش اكتر من كده. ماشي. اهو، ايه رايكم تدوقوا؟ يلا دوقوا، تقدروا تدوقوا دلوقتي. بسم الله. بسم الله حبيبتي. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ طعمه برتقال. كرومب. ازاي انت مصمم انه كرومب؟ والله كانتالوب. والله حلو. غالبا هو مسمي كانتالوب في كرومب غالبا وبيقول عليه كده. ايه ده؟ بنقول عليه في اسكندريه. لا ما بتقولوش عليه في اسكندريه كده، انت بتشتغلني. يا رحت اسكندريه كتير. تقول عليه كانتالوب عادي او شمام، لكن مش كرومب. انا متاكده من المعلومه دي وما تشتغلنيش. ايه رايكم تروحوا تدوقوهم ونشوف بقى ايه التنين الحلوين هيجوا يعملوا ايه معانا النهارده؟ يلا مالك؟ فريده تعالوا بسرعه. هنعمل كفته عدس. عملتوها قبل كده؟ لا. حد عارفها؟ لا. طب انا هعمل لكم بقى اكله ظريفه جدا 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 تساعدوا بيها ماما وتعملوا حاجه جديده
وكفتة من نوع مختلف. عدس عندنا ده عدس. العدس بجيب ممكن المعلقة نحط شوية عدس حلوين كده. عدس بجبة. ده العدس بجبة اللي بنعمله مع الكشري. حسبي يا بنوتة ما نوسخش بس حلو كده. كفاية عدس كده. حلو قوي. حطينا العدس. هنحط معاه ايه كمان؟ بطاطس. لا هنحطها هنا عشان دي خلصناها. البطاطس. بطاطس ايه دي؟ بطاطس مهروسه. مهروسه متقشره ومهروسه. هنحط معاها بطاطس متقشره ومهروسه. اللي مش عايزينه بقى نحطه تحت. اوكي. وبعدين ده ايه يا استاذ؟ ده توم. ايه رايك تحط توم وتشارك معانا؟ شكلك ما بتخشش المطبخ خالص خالص. انا بحب ليه؟ الاكل اصلا. مامتك ما بترضاش؟ طب قول لها انا اتعلمت اكله جديده واعمل لها دي بقى في البيت. هترضى ليه؟ ما طب انت ما بتساعدهاش حتى في السفره؟ بساعدها في الكيكه. بتساعدها في الكيكه. اوكي في نايس. طب حطينا توم وايه؟ وبصل وبطاطس وعدس بجب. ماشي. وبعدين هنحط شويه ايه؟ ده ايه ده؟ بقسماط عشان يمسك نفسه. حلو الكلام. حلو الكلام. شكرا جد. وبعدين هنقلبه في بعضه ونقعد نقلبه في بعضه. نقلبه اكتر في بعضه. اكتر اكتر اكتر. اوكي. وبعدين نحط عليه ده ايه؟ نعناع. لا بقدونس. بقدونس. برافو. شمي. كنت اقول لك شمي. بقدونس. بقدونس. نحط بقى البقدونس. شايفين كميه الفوائد اللي في اكله واحده؟ لا مش بس كده، وكمان اكلها يامي ومختلف. ايه كفته مختلفه عن اللحمه. حطي الحبه دول. يا سلام عندها ضمير البنت. اوكي. ونقعد نقلب 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 بس. ونحط بهاراتنا. دي السبع بهارات في بعض. بهارات عادي جدا زي بهارات اللحمه بتاعتنا. سبع بهارات. نحط كده شويه بهارات حلوه. ونحط شويه ايه؟ ايه دول؟ ايه ده؟ ده فلفل. نحط شويه فلفل. وابعدوا كده عشان ما تعطسوش. وانا اقوم اقلبها كده اهو كده اهو كده اهو. ونقعد نقلب 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 نقلب. البطاطس هتتهرس والعدس هيتهرس بعد ما نحط البوله دي في الثلاجه لمده ساعه. تطلع لنا عامله ازاي؟ ماسكه في نفسها كده اهو. بعد ما تطلع لنا كده اهو بالظبط. دي بقى ما كانت في الثلاجه اللي احنا لسه عاملينه ده. خلاص قعدت في الثلاجه لمده ساعه طلعت كده. هنعمل ايه؟ هنقوم طحننها في الكبه. هنقول لماما او بابا عايزين كبه. فتقوم مطحونه وتبقى بالشكل ده. انا طبعا محضرها لكم لانها بتاخد وقت اطول من العادي. وبعدين نمسكها عادي جدا. مين بيعرف يعمل كفته؟ انا. يلا بقى هنعمل الكفته ازاي؟ يلا. ما ينفعش. لا كده كفته بتتعمل كده عادي. خدي حته. ايوه خدي حته. طبعا بنعمل كفته. خلاص. ايوه. هنعمل صوابع الكفته بتاعتنا. وعندنا تو اوبشنز. يا اما نحطها في الفرن على نقطتين زيت زيتون، يا اما نحطها على النار كده اهو مع برضه نقطتين زيت زيتون عشان تبقى خفيفه وصحيه اكتر. نحط زيتنا كده. ده زيت زيتون. انا احطها على الطاسه. اوكي. هقول لمامي بقى ان انا عملت اكله جديده وهخش اعملها لها في المطبخ. ارجوكي يا فريده ارجوكي. وانت ايه اخبارك يا ملك؟ هتعمل كده ولا لا؟ اعمل كده. ماشي. فته جميله. اهم حاجه بقى، اهم حاجه يا مالك، اهم حاجه اقول لك ليه ماما بتخاف تدخلك المطبخ. علشان لما بنخش المطبخ بدل لما نساعدها بنسيبه بقى متوسخ جامد. فاحنا بقى اعلمك تريك. لما تيجي تساعد ماما تسيب المطبخ وراك نظيف فله، فماما هترضى تخليك تبقى ايه بتساعدها طول الوقت. يا سلام على اصابع الكفته الشهيه بتاعتنا. إيه ما تكبروها شويه يا ولاد. نحط الكفته بتاعتنا يا اما زي ما قلنا في الفرن. يا اما كده اهو. انتوا اسرع بقى اسرع شويه. انا عملت واحد. ماشي. انا المهم ايه؟ ايوه كده. عايزين نعمل كتير بقى علشان الوجبه دي يا ولاد فيها ايه؟ فيها بروتين نباتي. فيها البقدونس ده بروتين حاجه حلوه قوي. ايوه برضه. والعدس. والعدس. وايه تاني؟ وبتخلينا كمان ناكل كفته من غير يعني نبقى محافظين على وزننا. اهو. ومش شرط نبقى بناكل. في بصل فيها. وفي بصل وتوم كمان. بصل وتوم. علشان يقللوا خطر الاصابه بالامراض ويحافظوا على قلبنا. طيب انا ايه؟ انا بقلب الكفته اللي عندي هنا. بس كفايه كفايه كده يا شباب، احنا ممكن بقى نبتدي ننظف لان انا عامله لكم مفاجاه حلوه وعامله لكم جاهز اصلا.
عرفتوا ازاي تعملوا الكفته طبعا صح؟ طب يلا بقى ننضف المناديل اهي وانا هعمل لكم الكفته. يلا مناديلك يا ملوكي عشان ماما ترضى تدخلك المطبخ. ماشي. مناديلك يا ست البنات عشان نبقى نضاف وفله. انا عملت واحده تاني. هتعملي واحده كمان؟ ماشي. لا خلاص حط كله في الطبق وبعدين كله في الباسكت. شكرا. انا هاخد دي مناديل ونعمل. ايوه ده مش محتاجين. كفتتنا بقى ايه هتستوي بسرعه جدا جدا. انا بعمل ايه؟ طب انا بقى محضره لكم بقى بعد ما تتجهز عشان ندوقها مع بعض. دي على النار؟ دي على النار. هتخلص من على النار او في الفرن هتقوم طالعه لنا كفتايه حلوه جميله كده. مين هيدوق ويقول لي رايه ايه؟ أنا. يلا دوقوا وقولوا لي رايكم ايه. بسم الله. ايه رايكم؟ ناخدها بقى سناك في المدرسه، ناخدها معانا في التمرين، نتغدى بيها. اهي حلوه وجميله وخفيفه وصحيه وموفره وبنعملها بسهوله بسيطه جدا جدا جدا. كفتتنا هنا قربت. هو ده ايه؟ ده للتزيين. كفتتنا هنا قربت انها تبقى بتستوي بس احنا اوريدي عندنا اللي دقها. حلوه يا ولاد؟ قوي. هتعملوها في البيت؟ اه. هتعملها يا ملوكه؟ طب الحمد لله. ايه رايكم بقى تقولوا لي؟ اتبسطتوا النهارده؟ قوي قوي يعني؟ قوي قوي. طب الحمد لله. قولوا بقى للمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان الاكله زي الفل واعملوا لهم باي. باي.